جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش معهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش معهم مش نور مهند سمير جيش طافل وقمر مراد يحيى لميس قطعونا جمعة وخميس جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش سمير نجل رفيق حبك نار دمك خفيف سام مرام بنت الحي أرمندو بالعب بالفي تركي هندي برازيلي صيني روسي مكسيكي لا 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 جلدهم مش بتلحلح عصام خطوة لقدام عصام وضعه تمام بس ملوش عالغرام هبة بتلحلح عصام خطوة لقدام عصام وضعه تمام بس ملوش عالغرام جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش معهم مش هبة عندها فرصة يكون عندها موقف حتى لو موقف صف في سيارتها هي أصلا ما عندها سيارة بس المهم يكون عندها موقف لازم تنتقم أي خربانة رح تدمر عصام زي ما هو دايما منكد عليها والله زهقانة خدنا محل خلينا نعمل إشي وين أخدك أعمل كمول شرفي وإيش خدنا مكان على البحر شو بدك أعزم البحر طلع كل بحر حملني جميلة إنك جبتني على بحر أنا أبو جملك لما تجملي السبان بنعف بغرتك نعيف ما هو هيك كل سبانة هيك خوف الله غابت سبانه قبل ألو هاي شو عاملة؟ بقرأ كتاب أجنبي جد؟ شو اسمها؟ The Fast and the Furious بعدين انت ليه بتحكي معي هسا وين جوزك جوزي ملقوح جنبي نايم زي كيس البطاطا زهقت حالي يا بنت الحلال طب ليش ما انت عالشط عيشوا الاجواء الاوروبيه الرومانسيه اطلعوا بسفينه عيشوا اجواء التايتانيك زي اكنك على اي شط بهاواي او اي شط اوروبي الاجواء الرومانسيه على الاخر ماشي يلا باي عصام ابراهيم مين ابراهيم بتعرف كل ما اتفرج فيك بتذكر صاحبي ابراهيم وبلعب معه شده عصام بدي اضل هيك صافنه كل الوقت طلعني على اليخت خلينا نعمل اشي اليخت ما بدك تحددي انه يخت فيهم تبع الوالد او تبع الوالده لانه تبع الوالد يعني انا خابر بده بنزين اما تبع الوالده صافي فيه عصام جد عندكم يخت لعبتنا يا اخوت ولك أمني على عندي تخت ليكون عندي يخت ولك عنا يختين يخت للواء ما أبوي تعرف أنت أبوي مين أبوي أكبر شريك ومساهم شركة أبل كل إشي عندك مزح أنت طب هلا علاقتي أنا بالبحر شو أسلم عليه وأروح علاقة طردية ولك هو أبوك عمره وداك على بحر ما انتو بس بالبانيو بتشوف المي هاي المي طلع كيف تشعرت إشعاعا نصفني فيها طب ماشي جوعانة لا والله فاجأتيني في هالمعلومة وأنا من ساعة ما خطبتك وانت جوعانة يعني وين الجديد في الموضوع ريكم أنا زيك حط المنبه أصلا بستنى البوفيه ليفتح ضايله نص ساعة بس يفتح منغز عليه كمان نص ساعة أكل هلأ لعنة يا
اكسكيوز مي. تفضلي. لو سمحت اذا بطلب اكل هون بتقدر تجيب لي اياه على الغرفه؟ تمام. اجيب لك المنيو؟ لا لا، المنيو نفسها كل إشي عليها جيب لي اياه لشخصي. تمام ولا يهمك. رقم الغرفه؟ R12. تمام شكرا. عفوا. بس دللتك يا حية، تحكي ليش؟ يعني دلال مش يعني مين؟ صح لك تروح على بحر. انت اسمعي، انت بتستنين عند السيارة وانا بروح بعمل شيك اوت، اختصارا للوقت والمدة. يلا. الله لا يردك. انا كانت دفعي 1300 خيار، الله لا يوفقك. ولا كانت دفعي 1300 ليرة.